اهلا بيكم في صفحة سات كورة. هنتكلم النهاردة عن لعبة فوتبول مانجر. نتكلم عن الاتريبيوتس او قدرات اللعيب. هنشرح كل حاجة بالتفصيل، القدرات دي وازاي بقى ايه عارفها، وازاي اقيم اللعيب بتاعي كويس. في حاجات في التكنيكال واضحة مش محتاجة شرح، يعني ممكن نتكلم عن التكنيك مثلا. التكنيك هو اللي بيعكس يعني اللعيب اللي عنده باسنج عالي غالبا بيبقى عنده تكنيك عالي، واللعيب اللي عنده الكروسنج غالبا برضو التكنيك بتاعه يبقى عالي. التكنيك بيعكس قدرات اللعيب، ان هو يقدر يباصي صح، ان هو يقدر يعمل الكروسنج صح. فالتكنيك عامل مهم بالذات لعيبة نص الملعب. لو عندك مدافع التكنيك بتاعه عالي فانت كده تقدر تبني اللعب من الخلف بسهولة. اللونج ثروز، ثروز هي الاوتات، قدرة اللاعب انه يقدر يعمل اوتات، دي ممكن تفيدك. يعني اللاعب اللي عنده لونج ثرو وهتلاقي عنده بيقدر يعمل هتلاقي عنده فيه البلاير تريتس. تعالى كده هنا مثلا انا عندي لعيب اسمه نيامبي، ده عنده بوسيسز لونج فلات ثرو. لما تلاقي لعيب عنده بوسيسز لونج فلات ثرو ده معناه ان اللعيب يقدر يلعب الاوتات بشكل لمسافات بعيدة، يعني مسافات بعيدة جوه منطقة الجزاء زي ما بنشوف بعض فرق الدوري الانجليزي بتعملها. يعني نكمل. تقريبا كل حاجة هنا واضحة، بس عايزين نشوف يعني في حاجات. يعني مثلا لو لعيب عنده التاكلينج عالي وعنده الاجريشن عالي وعنده بريفري عاليه وديترمينيشن عالي بس عنده الديسيجن قليله، اللعيب ده معرض ان هو ياخد انذارات كتير ومعرض ان هو يتطرد كتير، ما عندوش ضبط نفس نهائي. اللعيب ممكن يبقى عنده فينيشنج عالي بس عنده كومبجر قليله، ده هتخليه يضيع انفرادات كتير جدا خصوصا موقف واحد ضد واحد، دي بيضيع هتلاقيه بيضيع كتير جدا. المدافع اللي عنده كونسنتريشن قليلة هتلاقيه بيعمل أخطاء كتير دفاعية. اللاعب اللي عنده اوف ذا بول قليلة، المهاجم اللي عنده اوف ذا بول قليلة هتلاقيه بيتعرض ان هو يقع في اوف سايد كتير، هتلاقيه ان هو تمركزه هجوميا سيء. الورك ريت بتفيدك، هي الورك ريت لما بتبقى مع الاستامينا والناشورال فيتنس بتعكس ان اللعيب يقدر، لو انت بتلعب ضغط عالي او كده فاللعيب مش بيتعب منك، والورك ريت بتخلي اللعيب يبذل مجهود، هتلاقيه بيجري كيلومترات اكتر من اللي عنده ورك ريت اقل منه. مفيش يعني حاجة. الجامبنج ريتش معروف، الاكسلريشن والبيز معروفين، السرعة بس يعني مفيش اي حاجة ممكن تكون مش واضحة. يعني في مراكز مثلا بتحتاج امكانيات معينة، في لعيبة مثلا في مركز بيبقى محتاج امكانيات معينة. كنا مثلا في حد طلب مني ان هو كان عاوز التكتيك يعني ايه كاريليو. والله الكاريليو احنا ممكن نفتح المركز اهو، بيقولك الكاريليو ده هو سبورتنج رول. الكاريليو ده زي جرانيت تشاكا في ارسنال، زي هندرسون في ليفربول، ان هو لعيب بيبقى بيغطي بيعمل شيفتنج، يعني بيبقى مثلا لو انت بتلعب بوينج باك او باك او فول باك هجومي جدا فهو بيغطي عليه، يعني بيعمل كفر لمنطقة الوينج اللي هي بعد اللي هي بيسيبها الباك لما بيجي يتقدم قدام، بيبقى في مساحات فاضيه ورا عشان الكونتر اتاك وكده. فالكاريليو ده بيبقى بيقف كباك يعني في حاله الدفاع قريب من الباك، هو مش بيبقى باك صريح بس بيبقى يعني في نص الملعب بس متطرف شويه. اعتقد ان هو حل كويس لما انت بتلعب مثلا بتلاته في نص الملعب بيبقى حل كويس، او بتلعب باربعه مثلا، بتلعب باربعه بخمسة بتلاتة أربعة تلاتة، فأنت محتاج واحد من نص الملعب مثلا في مثلا وينج باك منهم بتقدمه جامد، فأنت ممكن تخلي اللي من نص الملعب اللي ناحيته كاريليو عشان يغطي عليه وهكذا يعني.